2023 على مستوى ولاية ورقلة، ولقد تم إعطاء إشارة انطلاقة من متوسطة مرخوفي، ورأينا أن ظروف التنظيم محكمة كما اطلعنا بهذه الولاية على حسن تنظيم هذا الامتحان. فيما يتعلق بإعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا فقلت وأعيد أنه سيكون في حدود يوم 20 من شهر جويلية المقبل بحول الله، وقد يكون قبل ذلك بيوم أو يومين حسب ظروف السير الصحيح.